تي في نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. وفد عسكري يزور واشنطن قريبا بشأن الاتفاقية الأمنية، ووزير الخارجية يدعو الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على 32 مصرفا. كركوك على موعد مع جلسة ثانية في غضون 30 يوما لتسمية المحافظ ورئيس المجلس، اتفاق غير معلن بين القوى السياسية للمضي بتشكيل إدارتها الجديدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، حيث قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن وفدا عسكريا سيزور واشنطن لإجراء مباحثات حول الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. وخلال لقائه براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسل الأموال على هامش قمة الناتو، دعا حسين الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفا عراقيا لكونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي بحسب بيان رسمي. أكد أن سياسة بغداد تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير آليات عمل المصارف بما ينسجم مع المعايير الدولية. من جانبه عبر نيلسون عن استعداد الجانب الأمريكي لمساعدة العراق في معالجة معوقات إصلاحاته. نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بقرار العراق إيقاف التعامل بعملة اليوان. جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي العراقي وقف التعامل بالعملة الصينية في الحوالات المالية بناء على طلب من الفيدرالي الأمريكي. فلماذا أوقفت الحوالات؟ الإجابة نتابعها في هذا العرض الآتي. ضغوط من واشنطن على بغداد توقف التعامل باليوان الصيني في الحوالات المالية بذريعة حصول تلاعب ببعضها ووقوع إشكالات معينة وفقا لتصريحات صحفية من مالية البرلمان. يأتي ذلك في وقت شهدت البورصات والصيرفات المحلية في بغداد ارتفاعا بمعدلات صرف الدولار مقابل الدينار خلال الأيام الماضية بعد أشهر من الاستقرار النسبي، وإزاء ضغوط الفيدرالي الأمريكي لمنع البنك المركزي من التعامل باليوان. تتحدث تقارير وفقا لخبراء في المالي والاقتصاد أن أحد أسباب عودة ارتفاع سعر الصرف كان لجوء التجار إلى الحصول على الدولار لتمويل أعمالهم بعد تقييد اليوان الصيني، وهي أزمة قد تجعل اقتصاد العراق عرضة لمزيد من المشاكل المتعلقة باستقرار العملة الوطنية. ومنذ العام الماضي أقر العراق سلسلة إجراءات مالية لتعزيز قوة الدينار مقابل العملات الأجنبية وتخفيف الطلب على الدولار، أبرزها السماح للتجار والمستوردين بالتعاملات التجارية والمالية مع الصين باستعمال اليوان، إلى جانب عملات أخرى أبرزها اليورو وعملات محلية لدول أخرى يرتكز عليها التعامل التجاري بالسوق العراقية. وفي مطلع العام الحالي عزز العراق أصوله باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجارة والواردات مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنوية، لكون التعامل بالعملة الصينية من دون وساطة الدولار يسهم في تسهيل وتسريع المعاملات الخارجية ويقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل البلاد. انعقدت ورفعت في دقائق قليلة، مجلس كركوك يحل عقدة الجلسة الأولى ويعقدها مرة أخرى، غير أن اتفاقا غير معلن تضمن عقد الجلسة الثانية خلال شهر من الآن لاختيار المحافظ ورئيس المجلس. لم تستغرق جلسة مجلس كركوك سوى عدة دقائق لترفع بعد ذلك بانتظار التوافقات بين جميع كتل السياسة في المحافظة. الخطوة التالية هي حسم الخلافات التي أدت إلى عدم انعقاد الجلسة الأولى، وأهمها الخلافات الحادة على منصب المحافظ ورئيس المجلس.
كان المزمع أنه عقد الجلسة الأولى يتم هذا اليوم، تم عقد الجلسة الأولى، وبالتالي تم إعطاء شرعية إلى مجلس محافظة كركوك لممارسة الدور الرقابي والدستوري والتشريعي في المجلس. في الجلسة الثانية نأمل أن يكون هناك توصل وحل من قبل الإخوان في إدارة الدولة بغية إشغال المناصب الموجودة في المحافظة. اجتماع تداولي بعيد عن وسائل الإعلام سبق جلسة الأمس، وخرج باتفاق وقعت عليه جميع الأطراف الحاضرة يتضمن عقد جلسة أخرى تتضمن اختيار المناصب العليا للمحافظة خلال 30 يوما. الحمد لله عقدت الجلسة وكل اتفقنا أن يكون عقد هاي جلسة أولى، سوينا تواقيع بأن يكون فترة انعقاد الجلسة الثانية لمدة 30 يوما لانتخاب كل من محافظ ورئيس المجلس. رغم عدم اختيار محافظ ورئيس مجلس في جلسة الأمس، فإنها خطوة أيدها الجميع لكسر الجمود الذي ضرب مجلس محافظة كركوك، وخرج باتفاق يفضي لاختيار المناصب العليا بغضون شهر وإعطاء الشرعية لمجلس المحافظة. أملا بالوصول إلى شكل الحكومة المحلية الجديدة، يستمر الترقب في الأوساط الشعبية للجلسة القادمة. من كركوك، عمار حامد، UTV. قال عضو مجلس النواب أرشد الصالحي أن القوى السياسية في مجلس محافظة كركوك اتفقت على استكمال الإجراءات لتشكيل الحكومة المحلية، وفيما حذر من الذهاب إلى أي تأجيل دعا إلى عقد الجلسة الثانية بأسرع وقت ممكن لحسم المناصب في المحافظة. اتفاق اللي صار هسه اتفاق حتى نكمل الإجراءات. أنا أدعو مرة أخرى الكتل السياسية أن يعلموا جميعا بأننا أمام وضع خطير في محافظة كركوك إذا ما أجلنا. ما نريد أي تأجيل بعد ذلك، أن رفعت جلسة حتى تستكمل الإجراءات القانونية وتعقد الجلسة في أقرب وقت بعد ما تم الاتفاق ما بين المكونات. أكد محللون سياسيون في كركوك أن انعقاد أولى الجلسات يعد بداية لحل الأزمة وتشكيل الحكومة المحلية، فيما أشاروا إلى أن الأعضاء محددون بمدة لا تتجاوز 30 يوما لتحديد جلسة واختيار المحافظة. هذا الاجتماع يعني الأول الذي عقد سيجعل جميع أعضاء مجلس المحافظة والكتل السياسية التي ينتمون إليها أن ينتخبون محافظ، ومن ثم يعقدون جلسة ثانية يتم فيها اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومن ثم يتم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ. مسألة المفاوضات وعملية النصف الآخر من الحل، هل أن القوى والأحزاب السياسية ستتمكن إلى رسم اتفاقيات ثلاثية الأبعاد ما بين العرب والكرد والتركمان من أجل رسم ملامح الحكومة الاتحادية، ولهذا المجلس مدة 30 يوم عليه أن يلتزم باختيار محافظ ورئيس مجلس. أصيب 3 جنود صباح اليوم إثر اشتباك مع إرهابيين من تنظيم داعش في منطقة خان بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى. مراسل UTV نقل عن مصدر أمني قوله أن الجنود أصيبوا أثناء تنفيذ قيادة عمليات ديالى عملية تمشيط لبساتين العيط في الخان، بعدما شهدت المنطقة أمس مقتل إرهابيين 2 من داعش في أعقاب مساندة قوة أمنية السكان خلال تصديهم لمحاولة خطف أحد سكان المنطقة. أعلنت وزارة النقل خطة لدعم الأسطول البحري ب15 باخرة جديدة، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير إعلام الوزارة ميثم الصافي قوله إن الأسطول البحري يمتلك 6 بواخر، 4 منها تجارية وناقلتان للوقود والمياه العذبة، مضيفا أن الخطة المقبلة تقتضي بناء 8 بواخر من الموازنة الاستثمارية للسنة المقبلة، والتفاوض على بناء 5 بواخر بقرض ياباني وشراء باخرتين دون موديل 2024 ب3 سنوات. إيرادات العراق غير النفطية تنمو بنحو 11% خلال النصف الأول من العام. هذا الملف بعد قليل.
تنويع مصادر الإيرادات في العراق يصطدم بالهيمنة النفطية دائما في ظل الخطط غير الجديرة للحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها على مواكبة وموازنة احتياجات البلاد. فاعتماد الموازنة الكلية على النفط ما يضع الاقتصاد على بساط من قلق إثر تقلب أسعار البترول في السوق العالمية. كشفت أرقام عن تحقيق الإيرادات غير النفطية في العراق ما نسبته 11% من مجمل الإيرادات، لتنخفض معها الإيرادات النفطية عن حاجز 90%. في المقابل يرى خبراء الاقتصاد أن حجم الإيرادات غير النفطية مبالغ فيه في الموازنة ووضع للتغطية على العجز الموجود أصلا في الموازنة. في النصف الأول من العام الجاري سجلت الإيرادات غير النفطية في العراق نموا بنحو 11%، لتنخفض معها الإيرادات النفطية عن حاجز 90%، حيث حققت مبلغا وقدره 6 تريليونات دينار. وهذه الأموال مستحصلة من الضرائب السلعية والرسوم المفروضة على الإنتاج. مع ذلك يؤشر خبراء المال خللا في هيكل الإيرادات والنفقات. هناك خلل في هيكل الإيرادات، أكثر من 87% هي إيرادات نفطية، 13% هي إيرادات غير نفطية. هذا خلل في جانب الإيرادات، يفترض تنويع جانب الإيرادات تلافيا للصدمات النفطية. الإشكالية الأخرى أيضا هناك خلل في جانب الإنفاق، ف 75% تقريبا هي نفقات جارية و 25% نفقات استثمارية. رغم هذا فإن الرقم المتحقق ما زال بعيدا عن المخطط في جدول موازنة العام الحالي والبالغ 27 تريليون دينار، إذ يرى مختصون في الاقتصاد أن تقديرات الإيرادات غير النفطية مبالغ فيها ووضعت لتقليص العجز المالي في الموازنة. ما هو متحصل حتى الآن بحدود 6 تريليون، وهذا معناه أنه في أبعد الحدود ممكن أن تصل في نهاية العام الحالي إلى 12 تريليون. هذا يعني أن هناك وجود فجوة كبيرة تقدر بحدود 15 تريليون دينار عراقي بين ما هو مخطط وما هو متحقق. هذا يعني أنه الحكومة لجأت إلى المبالغة في تقدير الإيرادات غير النفطية حتى تخفف من حدة العجز في موازنة العام 2024. بنسبة 90% يعتمد العراق في تأمين أموال موازنته السنوية على بيع النفط الخام بسبب تدهور القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة التي من الممكن أن تشكل رافدا ماليا، الأمر الذي يستدعي تنويع الإيرادات للخلاص من هيمنة البترول المرتبطة أسعاره بتقلبات الأسواق العالمية. صار الرأي يطلق عليه حتى بالأمم المتحدة يسمونه بالمرض الهولندي، لأن من أهم خصائصه هو أنه مؤشرات الإنتاجية وكفاءة الإنتاجية تكون منخفضة به، ولذلك الحكومة تحتاج ترسم استراتيجية تخلص من هذا الاقتصاد الريعي وتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي. القطاعات المولدة للدخل القومي اللي هي أهمها الزراعة والصناعة، وهذه عملية طبعا تحتاج وقت طويل. ويبقى القلق قائما من انخفاض أسعار البترول لأنه يضع البلاد على أعتاب أزمة مالية لكون الإيرادات غير النفطية ما زالت غير مؤثرة في الاقتصاد العراقي. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. قال خبراء اقتصاد إن قلة الإيرادات غير النفطية ستجعل الاعتماد على الضرائب كبيرا جدا لسد النقص، مشيرين إلى إمكانية استثمار الجوانب الأخرى لا سيما السياحية والمنافذ الحدودية، فضلا عن الزراعة والثروة الحيوانية لرفد الموازنة العامة بمبالغ كبيرة. لقلة مصادر التمويل الغير نفطي في العراق، الحكومة العراقية تعتمد بشكل كبير على الهيئة العامة للضرائب وعلى المنافذ الحدودية، ومن المفترض بأنها ستمول الموازنة العامة لعام 2024 كرقم تخميني ما لا يقل عن 17 تريليون دينار عراقي بسبب توقف أغلب القطاعات الاقتصادية الغير حكومية. من المؤكد لدينا الكثير من الجوانب بإمكان الحكومة العراقية
العراقية الاستفادة منها كواردات غير نفطية على أقل تقدير، السياحة، الهيئة العامة للضرائب، المنافذ الحدودية، تشغيل المعامل والمصانع والحرف اليدوية، بالإضافة إلى ذلك الجانب الأهم بعد الصناعات التحويلية لدينا صناعة الزراعة والثروة الحيوانية. كل هذا كان من المفترض بالحكومة العراقية الاستفادة برفض الموازنة العامة بمبالغ كبيرة كإيرادات غير نفطية. ما هي الإيرادات الغير نفطية بغير الضرائب والجمارك؟ عندنا البنزين اللي هو طبعا بالضبط شكل عندي بحدود 27 تريليون دينار عراقي، لكن لا بندخل الموازنة. يطالب مسؤولون ومواطنون من المثنى أن يكون للمحافظة نصيب من العوائد وفرص العمل في قطاع النفط، حيث تتمتع بمخزون كبير من البترول، الأمر الذي يجب أن ينعكس على واقعها الاقتصادي والمعيشي. ثاني أكبر محافظات العراق مساحة تحت خط الفقر المثنى، الواقعة فوق خزين نفطي قد يجعلها في مصاف المحافظات المنتجة للبترول. يطالب مسؤولون فيها بأن تقتصر العوائد وفرص العمل في قطاع النفط على أبناء المحافظة لتحسين بنيتها التحتية وخفض معدلات الفقر والبطالة. مؤكد هذه أموال محافظة المثنى، وبالتالي على الحكومة المركزية أن تجعل أموال محافظة المثنى لأبناء محافظة المثنى ولا ينعم بها غير أبناء محافظة المثنى. بشكل رسمي تقترب المثنى من دخول خانة المحافظات النفطية في العراق، إذ من المتوقع أن يشهد العام المقبل تصدير أول شحنة من حقولها، على أمل أن يحسن ذلك من واقع المحافظة الخدمي. محافظة المثنى اليوم تعد من المحافظات التي يوجد بها اكتشافات نفطية، وحقيقة اليوم نشوف الرقعة الاستكشافية الموجودة بالمحافظة اللي هي 12 والعاشرة، ويوجد اكتشافات نفطية أخرى وحتى غازية في منطقة بصية. احنا نأمل أن يكون لها مردود إيجابي على أبناء المحافظة. وفيما تتجاوز نسب الفقر في المثنى أكثر من 52% بحسب تقارير، فضلا عن البطالة التي وصلت إلى 13%، يطالب أهالي المحافظة بتدخل حكومي لانتشالها من مستنقع الحرمان والعوز. أصلا اليد العاملة من أبناء محافظة المثنى، لأن جاي يعانون من فرص العمل، أكثر شي جاي يشتغلون بكربلة، بالنجف، بغداد، بالشمال، يعني ما عندهم عمل، فرص عمل ما عندهم. نتمنى حصرا نكون على أبناء المحافظة. ويؤكد مختصون أن على السلطات الاتحادية تأسيس شركة نفط المثنى أسوة بالمحافظات الأخرى لإدارة الملف النفطي في المحافظة، مشيرين إلى وجود مخزون هائل من النفط ضمن حدودها الإدارية. يشهد النقل الخاص في مدينة الموصل فوضى من ناحية هيكلة هذا القطاع، بالإضافة إلى اختفاء النقل العام، تسبب في هدر جهد ووقت المواطنين عند الذهاب إلى مشاورهم. 4 سنوات مرت على افتتاح مرآب باب الطوب أيمن الموصل، إلا أنه ظل خاويا من حافلاته وزبائنه من الركاب، ليأتي تدخل حكومي بإجبار حافلات النقل الخاص على الانتقال إليه. انتقال يقول سائقون إنه يفتقد إلى التخطيط بخلو المنطقة من المارة بسبب تحول معظم الدوائر الحكومية إلى أماكن بديلة ودمار السوق الذي كان مركز المدينة. كنظام نظام أحسن، بس إحنا المفروض إحنا يعني ما يجيبونا قبل الدوائر وقبل الأسابيع، مثل عندك سوق الأربعاء، مثل عندك البلدية، غير شو اسمه الأطباء، هم غير يجيبون هاي الناس كلهم بعدين يجيبون النقل. هسه تعال شوف هسه يعني فوضى. تنظيم عمل قطاع النقل الخاص وإنهاء الفوضى المرورية من الشوارع التي تحولت إلى مرآب كبير، وتخصيص خطوط لحافلات النقل الخاص، يقول السواق إنه تسبب في التمييز بين منطقة وأخرى، واضطر كثيرا من المواطنين إلى الركوب حافلتين للوصول إلى وجهتهم. الأيمن على الأيمن والأيسر أيسر، هسه صارنا من الصبح من الساعة 6 لحد الآن ما طالعين، الشرطة ما يخلونا نطلع، يقول إلا تاخذ لك نفر لو نفرين، ما يجينا كل 4 ساعات يلا يجينا نفر واحد.
فوضى قطاع النقل بغياب التخطيط والقراجات النموذجية، فضلا عن غياب محطات للوقوف، تسبب في توقف حافلات النقل العام التي كانت تغطي جانب الموصل الأيسر. لا حاليا توقف من انتقال الجراج الى باب الطوب، توقفت الحافلات عن العمل، لان طلع الحافلات ماكو يعني الحركه بالنبي يونس يوميا اخراجنا يعني 12 حافله 13 حافله. تفتقر حافلات النقل الخاص بالموصل الى ابسط متطلبات السلامه العامه، اذ ان معظم هذه الحافلات مهترئه بافتقارها الى وسائل الراحه والسلامه للركاب المعرضين للحوادث المروريه. قاسم الزيدي، يو تي في، الموصل. باستخدام آليات الشرطة والجيش ينفذ الجهد الآلي التابع لرئاسة الوزراء حملة أطلق عليها عراق أجمل، حيث فتح الشوارع ورفع الأنقاض في عدد من مناطق المحافظات. آليات عسكرية من الشرطة الاتحادية ووزارة الدفاع تفتح الشوارع وترفع الأنقاض وسط السماوة. حملة عراق أجمل ينفذها الجهد الآلي التابع لرئاسة الوزراء من أجل تقديم الخدمات داخل المدن العراقية. رفع الأنقاض وتعديل وتسوية وفتح شوارع، إضافة إلى الأمور الخدمية الباقية، تعاون مع الأهالي ورفع الأنقاض ورفع النفايات وفتح الشوارع وكل الأمور الخدمية الباقية، إضافة إلى تأهيل ملاعب لكرة القدم في كل حي، والمدة مفتوحة لحين إكمال الأمور الخدمية. نفذ الجهد الآلي مشاريع مختلفة في محافظات أخرى، آخرها العمل في المثنى، حيث تشمل أعماله أيضا المناطق الزراعية غير المخدومة بأعمال البلدية وقطاعات الطرق والكهرباء. مثل ما تعرفون هذا الجهد الآلي اجانا من مدينة النجف، واجانا من مدينة ديالى، واجانا من مدينة عدة محافظات. هاي الدوائر ساندة لكبر المساحات الواسعة في المناطق وكثرة موجودة الأنقاض، تساعد البلدية والدوائر الخدمية في هذا الموضوع. يشمل عمل الجهد الآلي جميع أقضية المحافظة ونواحيها، إذ يعمل على تهيئة الشوارع وتسويتها، وتأتي بعدها مرحلة الإكساء بالإسفلت وتنفيذ المشاريع الخدمية الأخرى. من المثنى خليل بركات، يو تي في. تزامناً مع أيام عاشوراء تشهد السلع والمواد الغذائية الأساسية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بمحافظة واسطة، حيث يبلغ نحو 40%. التفاصيل نتابعها بهذا التقرير. ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية تزامناً مع أيام عاشوراء. الإقبال الشديد على حاجيات المواكب الأساسية دفع بعض التجار إلى رفع ثمنها بنحو 40% عن سعرها قبل محرم. صراحة اليوم أنا جيت للأسواق عندنا طبخ، اليوم أنا أقدر أشتري، لكن شفت أكثر العالم جاي يتعامل وتروح ما تقدر تشتري، والسبب الأسعار ارتفعت بشهر محرم الحرام. زين، هي العالم تريد ثوب للإمام الحسين عليه السلام، تريد ثوب نيابة عن موتاها. زين، شلون تقدر الثوب، شلون المواكب تقدر تشتري وتاخذ هاي الأمور؟ زين، انتوا جاي تستغلون هاي الفرصة اللي هو شهر محرم الحرام. يقول أصحاب المحل أن الارتفاع الجديد في الأسعار كان بسبب التجار الكبار في بغداد، لا سيما مع تذبذب الدولار الذي دفع معظم شركات المواد الغذائية إلى تغيير أسعار بعض حاجاتها خوفا من ارتفاع آخر للعملة الخضراء يكبدهم خسارة أخرى. احنا كأصحاب محلات ما لنا دخل، احنا التاجر هو يصعد علينا، تجينا البضاعة والقائمة مصعدين أسعار، احنا نصعد ما نقدر، يعني نبيع بسعر القديم نخسر، لازم ما شوي اليوم، واليوم كله غالي. جاي تاجر حس اليوم محرم، قسما عليك انت تشتري حبية، لان المواطن نريده تشتريها ب 15 لازم تبيعها ب 16، هي كانت قبل محرم ب 14، شو سوي؟ انت مجبور تبيع هيك صار. تغير الاسعار في المناسبات السنويه يراه الواسطيون دليلا واضحا على انعدام الجهد الرقابي للمؤسسات ذات الصله، فالاقبال على اي حاجه في السوق يرفع ثمنها بوتيره سريعه، الامر الذي دفع الكثير الى التسوق قبل ايام محرم باشهر. التاجر اللي داي يتلاعب بالاسواق، التاجر هو اللي داي يشوف هذا يفيده هذا ما يفيده، لا اكو رقابه من قبل الحكومه المركزيه ولا المحليه اللي موجوده، جاي نشوف تلاعب من قبل التجار بالدولار
هذا فظيع جدا. يتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعا جديدا وحادا هذه المرة بعد انتهاء يوم العاشر من عاشور بسبب البدء بالتسوق للمواكب الجديدة التي ستنصب على الطرق الخارجية استعدادا إلى مسيرة كربلاء. من واسط حمزة الأسدي، UTV. من UTV كانت هذه جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.